بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد حسنين، استشاري الغدد الصماء والسكري. يسعدني أكون معكم، وبمناسبة يوم السكر العالمي، وفي نفس الوقت أشكر الجمعية العربية للسكر وأمراض الميتابوليزم على مجهودها ونشاطاتها الجيدة في مجال السكري للمرضى ولمتقدمي الرعاية الطبية. أحب أتكلم النهاردة عن علاقة مرض السكر بأمراض القلب والشرايين، وخاصة ارتفاع ضغط الدم. كلنا نعرف أن مريض السكر معرض لخطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والدماغ، وطبعا ده يمكن سببه أن ارتفاع السكر بيأثر على جميع الأعضاء دي، بيأثر على القلب، بيأثر على المخ، وبيأثر على الكلى، وبيأثر على الشرايين. فارتفاع السكر في حد ذاته أحد عوامل الخطورة، وطول مدة السكر عامل خطورة تاني. لكن مريض السكر بالذات بيكون دايما عنده توأم السكر اللي هو ارتفاع ضغط الدم. الاثنين دول للأسف عاملين كده زي أصدقاء الشر. فعلينا جدا نلتزم بمحاولة تشخيص ارتفاع ضغط الدم من بدري،